السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد الكاك بالجزر والجوز مع واحد الصلصه ديال الكراميل والكريمه. فهاد الكيك كتكال بارده فهي بحال طورته بالجزر فكتجي رائعه بزاف بزاف. نتمنى طرقكم وبزاف اللي عجبوهم الكيك بارد وكان طلبات كثيره على وصفات بالكيك بارد. كيكات باردين يعني ديال هاد الحراره. فمن كيك يعني بسيط غادي نحضروا واحد كيك غني ولذيذ ويعجب الكبير والصغير. فلهاد الوصفه غادي نحتاجوا 3 ديال البيضات مع نص كاس ديال السكر، كاس الا ربع ديال الزيت، نص كاس ديال عصير البرتقال، هنا واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، جوج كيس ديال خميره الحلوه، واحد القشره ديال البرتقاله. هنا غادي خديت هو خصك ديري 70 غرام ديال القرقاع مطحون، انا شريت 10 دراهم فالنصف ديالها طحنته والنصف خليته غادي نزوق به. هنا جوج جزرات مبشورين، جوج جزرات متوسطين يعني ماشي كبار وماشي صغيورين، واذا كان خيزو كبير ديروا وحده كبيره. وغادي نحتاج جوج كيسان ديال الطحين الابيض الخاص بالحلويات. فهذه هي المكونات. فغادي ناخذ الخلاط الكهربائي غندير فيه السوائل كامله، يعني غندير البيض. حنايا كنصوبوا ونتحدثوا شويه البنات. بغيت نقول كي درتوا مع هاد الحراره هاد الصهد كيدوزوا الوليدات ديالكم امتحان ديال البكالوريا. ف حتى انا بنتي كانت كدوز، واش غنقول لكم البنات الله يسهل على كاع الوليدات كاملين. فهنا كيف كتشوفوا درت البيض، الزيت، السكر، عصير البرتقال، وغادي نديرهم دابا يتخلطوا ليا مزيان مزيان ونتلاقاو. هنا من بعد ما خلطت الخليط ديالنا ديال السوائل، الصوره غوي بحال هكا اللي بغى يديرها غير الباتور الكتريك يعني ماشي هذا ديال الضوء يديرو. فهو هذا هاد الخلاط راه نفس النتيجه البنات بالنسبه اللي ما عندهمش ديال التراب الكهربائي. فانا كنحاول ندير معكم ديما الخلاط لانه الخلاط كاين في اي دار. فدابا غادي ناخذ غادي نضيف قشره ديال البرتقاله والقرفه، وغادي ندير جوج كيسان ديال الدقيق ونشوف واش غادي هما جوج كيسان ونص. ما انا غادي ندير غير جوج كيسان، واذا بقى لي الخليط خاصه الطحين ديك الساعه غادي نزيد هذاك النص كاس. غادي ندير الكاس الاول، انا كنحاول نعبرهم قدامكم. ها الكاس الاول ندير جوج كيس ديال خميره الحلوه، وغادي نزيد الكاس الثاني، بحال هكا انا درت جوج كيسان. غادي نخلطهم غادي نضيف 70 غرام ديال القرقاع مطحونه، صافي ما غنزيدش الطحين، جوج كيسان كافيين. غادي نضيف دابا هذوك جوج كيسان جوج خزوات محكوكين، صافي غادي نخلطهم وغادي نحاول ندهن واحد المول اللي غادي يكون القطر ديالو واحد 24 سنتيمتر، وغادي ندير فيه هذا الخليط ديالنا ديال الكيك. غنجيب شويه ديال الخل حسب واحد المعلقه كبيره، صافي غادي نخلط. غادي ندهن المول ديالي بالزبده وغنرشو بالطحين وغنطلقوه. انا كيف كتشوفوا خديت مول ودهنته بالزبده رشيته بالطحين فيه 24 سنتيمتر، ممكن ديروا حتى 26 في المول او في الطاوه ديال الكيك. صافي غادي الفران، غادي ندخل الكيك الفران بارد حتى
حتى وكندخل الكاك ديالي، وعاد داك الساعه نشعل الفران نديرو على 180 درجه ونديرو الميمواريه على 30 دقيقه، ونخلي العافيه شاعله عليه غير من التحت حتى كان يطيب لينا ويتنفخ الكيك، وعاد نشعل عليه الفاق ويتحمر نخرجوه، وغادي نكملوا ديك الساعه حتى تم التحضير مع بعضياتنا. هنا الكيك ديالنا من بعد ما طاب كيكه الجزر هي هذه، فغادي نقلبها في هذا الطبق فاللي غادي نقدم فيه مباشره. غادي انا ها نشوف كيف كتشوفوا كنخليوها حتى تبرد مزيان مزيان، غادي نقلبها هنايا، ولكن انا غندير الاطار فدابا غادي نخليها تبرد مزيان، وغادي نتلاقاو باش نوجدوا الكريمه اللي غادي كطبقه ثانيه مع هذا الكيك. فدابا غادي ندوزو نوجدوا الكريمه اللي غادي نحتاج فيها 400 مليلتر ديال القشده طريه، وغادي نحتاج علبه ديال الجبن يكون كريمي بحال فيلادلفيا. فمؤخرا ولا كيعجبني هذا كناخذو من مرجان، كيف كتشوفوا راه ديال مرجان، انا غير وريته لكم راه ماشي اشهار، فهو كناكلوه وكنخدم به لي تشيز كيك ولا بحال هكا الكريمات، فكتقول لك جبن كريمي فهذا ولا كيعجبني بزاف. وغادي نحتاج واحد شويه ديال السكر لان الكريمه عندي محلوهش هاد. فغادي ناخذ هذا 400 غرام 400 مليلتر ديال الجبن ديال الكريمه عفوا اللي تكون بارده مزيان، انتم عارفين دابا هاد الصاد الحاجه غير كنجبدوها من الثلاجه راه تتسخن. غادي نضيف ليها هاد الجبن تقريبا واحد درته في المجمد باش برد ليا واحد 3 المعالق كبار، حنا اصلا ديجا كنا واكلين من هذا. واحد جوج معالق ديال السكر، الا كانت الكريمه حلوه ما نديروش السكر. غادي نطلعها مزيان حتى تولي عندنا كريمه، هنا كيف كتشوفوا ها هي ولات عندي كريمه. غادي ناخذ الكيك ديالي وغادي نطلقها. فهنا انايا طيبتها في المول ديال الكراسه، فممكن نتوما تخليوها فيه نيشان وتكملوا الدريساج. انا بغيت ندير هذا الاطار، غادي نقياس نغير صافي بحال هكا. فممكن تسقيوها، انا ما غاديش نسقيها لانها هي اصلا كتجي رطبة بزاف. فدابا غادي ناخذ هذه المواد هكا، غادي ناخذ الكريمه ديالنا وغادي نديرها فوق الكيك. شوفوا كتجي غزاله هذه الكريمه، دائما الكريمه اللي كنضيفوا ليها الجبن فتتجي زوينه بزاف، بحال تتجي كريمه تشيز يعني زوينه بزاف. فغادي نحاول نبسطها على الكيك كامل على هذا الشكل، ونقادها كامله. غادي نجيب واحد سباتول اللي غادي نملس بها الكيك ديالي، غادي نبقى نقاد ليها الوجه ديالها مزيان، وغادي نتلاقاو باش نكملو طريقة التزيين ديالها. بعد ما كملتها يعني كاملة زينت ليها هذاك الوجه ديالها، فدابا غادي ناخذ شوية الجوز اللي قلت لكم خديت 10 دراهم، النص راه درته في العجين والنص غنخليها هكا تزين نزينو به من الفوق. صهدته شويه باش تجينا ديك النسمه زوينه ديال القرقع، فغادي نزين ليها الوجه ديالها كامل على هذا الشكل.
ممكن لما بغيتوش ديروه ما ديروش، ممكن ديروه حتى الموز. فانا غادي نكمل نزين الوجه ديالها على هذا الشكل. هنا كيف كتشوفوا زينت لها الوجه ديالها، فدابا غادي نزينها بهذيك صوص كراميل اللي وجدت معاكم. غادي ناخذها بحال هكا وغادي نبدا ندير خطوط على الوجه ديالها كامل، وغادي ندخلها دابا الثلاجه تبرد ونقدموها بالصحه والراحه. ملي تبرد غنخليها انا واحد قليله غير واحد جوج ساعات ونقدموها بالصحه والراحه. فانا دائما هاد الوصفات اللي كنبغيهم الكوتي كنوجدهم، وانا كنوجد في الغداء باش في الكوتي بحال هادشي اللي كيبغي يبرد يكون واجد وبارد مزيان. شوفوا هاد الكراميل راه ناجح 100%، وبغيتكم تجربوه وخليوه في الثلاجه الوقت اللي بغيناه نحتاجوه نلقاوه. فغندخلها للثلاجه خليها تبرد وغنتلاقاو. وهذا هو الكيك ديالنا من بعد ما زينته بهذيك صوص كراميل. فخديت شويه ديال صوص كراميل ودرتها عاوتاني حتى في الجناب باش هكا صحت ليا من الجناب وتعطي حتى منظر زوين. فنتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها. والى عجبتكم الوصفه كيف ديما ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بقناتي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. بغيتكم تجربوا حتى هاد الصوص كراميل لانها كتجي رائعه بزاف بزاف واحسن من اللي كتباع في المحلات جاهزة. فالصراحة انا كان دائما كنشريها حتى هي زوينة، حتى اللي كنشري زوينة، وغير خص تكون الناس الثقة اللي كتاخدي من عندهم. لكن مادام حنا كنعرفوا ليها ومكوناتها كاينة في البيت علاش لا ما نوجدوهاش. فإلى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناة هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى وصفة قادمة بحول الله. غادي نخليها تبرد مزيان وغادي تشوفوها مني غادي نقطعها كيف كيجي الشكل ديالها من الداخل. حتى الكاك كيجي رائع ومنسم. ممكن ما ديروش الكريمه فتكتفيو غير بالكاك وزينوه بصوص كراميل من الفوق، او لا غير هكاك ندردرو عليه شويه ديال السكر الثقيل ونقدموه بصحه وراحه.